إن خبرة وباء الكورونا فيروس التي تحياها البشرية هي من أكثر الخبرات ألما وتأثيرا. إنها الخبرة التي جعلتنا نكتشف من ناحية مدى هشاشتنا وضعفنا أمام هذا العدو غير المرئي بالعين المجردة، مدى هشاشة قدراتنا التكنولوجية والعلمية وحتى العسكرية في مقاومته. عدو أجبرنا جميعا على إغلاق المدارس والجامعات والجوامع والكنائس ودور العبادة. عدو جعلنا نرى الشوارع والميادين فارغة في أغلب دول العالم، لكنه من الناحية الأخرى جعلنا نكتشف حاجتنا بعضنا لبعض، جعلنا نكتشف أننا إخوة وأن الخطر لا يفرق بين الغني والفقير، بين القوي والضعيف، بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأننا لن نهزمه إلا سويا. لكل هذه الأسباب فكرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لدعوة الجميع ليوم صلاة وصوم وأعمال خيرية. لقد أرقع الوباء البشرية، ووضع الركوع هو الوضع الأفضل للصلاة. لذا ندعو الجميع للمشاركة في هذا اليوم، عل الله يرفع عن البشرية هذه الجائحة ويشفي المرضى ويلهم العلماء ويعزي الأسر التي فقدت أحبائها. عل الله يجعلنا نكتشف مدى حاجتنا بعضنا لبعض وللأخوة الإنسانية. شارك في هذا اليوم وادعو الجميع للمشاركة.